أريد أن أعود بكم لفكرة طرحها أو لمقاربة طرحها فراس في المداخلة السابقة أو حتى قبل السابقة، عندما ذكر بأنه لو كان هناك اتفاق بين الشيعة والسنة في العراق على يعني على طريقة حسم الصراع لما استمر الأمر بهذا الشكل. والحقيقة أن ما حصل في العراق هو ليس تحول ديمقراطي، يعني لازم برضو نميز، يعني مثل الذي حدث بالسودان. السودان الآن اليوم السودان فيها مظاهرات، ليه؟ لأن الذين يحكمون فيها لم يأتوا عبر صناديق الاقتراع، كمان البشير ومن كانوا معه لم يأتوا عبر صناديق الاقتراع. لو أنهم جاءوا عبر صناديق الاقتراع لا حاسبهم الشعب عبر صناديق الاقتراع. اليوم هناك نخب أتت على ظهور الدبابات. الذين يحكمون في العراق اليوم لم ينتخبهم الشعب العراقي بحرية وبإرادة، جاء الأمريكان جابوهم معهم سلموهم الأمور وصمموا منظومة سياسية بحيث لا تفرز إلا هؤلاء ولا تفرز إلا من يوافق على الوضع الذي صممه الأمريكان. نهاية المطاف أصبح العراق فيه صراع ليس بين مكونات الشعب فقط، وإنما بين قوى دولية تتلاعب بهذه المكونات كما تريد. وهذا شهدناه مؤخرا، حتى الذين يظنون أو الذين يفسرون العلاقة بين الأمريكان والإيرانيين على أنها علاقة اتفاق سري وخفي ونوع من التواطؤ غير المعلن، مش صحيح. هناك تقاطع في المصالح، هناك بعض أوقات يخدم بعضهم بعضا عن قصد أو عن غير قصد، لكن في الساحة العراقية إيران والولايات المتحدة الأمريكية يخوضون حربا بالوكالة عبر المكونات العراقية وبما فيها المكونات الشيعية، لأن بعض هذه المكونات الشيعية موالي للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ولائه لإيران، وبعضها ولائه لإيران أكثر من ولائه للقوة التي مكنته أصلا من التحكم بمقاليد الأمور في العراق. فالإشكال في العراق ليس إشكالا اليوم، يعني ليس إشكالا ناجما عن عدم اتفاق السنة والشيعة على آلية، هو إشكال ناجم عن إقامة سلطة بالحراب وبالدبابات وبالمدافع وبالحماية العسكرية الأمريكية التي بدأت بالتدريج تؤول إلى نفوذ إيراني. ومن هنا يأتي الصراع الأخير الذي شهدناه وعمليات القصف المتبادل بالطائرات المسيرة من قبل فصائل موالية لإيران وبطائرات حربية عسكرية أمريكية ضد مواقع بعض هذه الفصائل. وبالتأكيد الصراع مش سبب على الرواية، لكن هذا الاختلاف بين الشيعة والسنة، عذرا دكتور، الصراع بين الشيعة والسنة يستخدم من قبل النخب. يعني أكيد بايدن مش هم لا شيعة ولا سنة ولا باراك، كما كان يقول البعض عنه بأنه اسمه باراك حسين أوباما فهو شيعي. يعني هذا كلام صحيح حقيقة، يعني مثير للضحك وللأسى في آن واحد. الولايات المتحدة معنية بالخلاف الديني أو الطائفي بين الشيعة والسنة، ولا هي معنية بالدين من ناحية الأساس، وإنما تحرك المصالح. المشكلة أن هذا النزاع الديني يتم أخذه أو استخدامه من قبل النخب لتحريك الصراعات، وكلما يعني كلما حصلت بوادر توحد، وهنا أهمية الصراع مرة أخرى حتى في العراق مش بس في مصر، لما صار في نوع من التوحد بين الغالبية المسحوقة من شيعة وسنة في الأحداث التي حدثت قبل كورونا في عام 2019 وتوقفت بسبب كورونا المظاهرات، تشعر النخبة الحاكمة بالخطر فتصبح تستخدم هذا السلاح. إنه والله احنا بدكم ترجعوا صدام كان سني، او يعني جماعته السنية كانوا
يقمعون الشيعة، ومن هذا الخطاب الذي يفكك الناس ويعيدهم إلى انتماءاتهم البدائية. فلذلك حل الصراع الديني من خلال احتفاظ كل طرف بروايته، لأنه في النهاية الشيعي لن يصبح سنيا والسني لن يصبح شيعيا، فبالتالي ليش احنا بنضيع وقتنا في صراع أو في أمر لا يمكن حله؟ خلينا نجنب هاي، كل واحد يحتفظ بروايته ويتفق الناس على أنه احنا صراعنا كشعب كأغلبية مسحوقة فقيرة منتهكة حقوقها سنة وشيعة وكردا، مع الأغلبية الحاكمة التي تمنعنا من الوصول إلى حقوقنا. هنا أهمية حل الصراعات اللي هي أنا بسميها صراعات بدائية لأنها تعيق التقدم والمستقبل. وين هذا الأذان؟ يعني مين اللي بيأذن؟ هذا عندي. تفضل. هذا عندنا، إذا تحبون ننقل المايكروفون إلى جهة أخرى. لا تفضل تفضل تفضل، الأذان صوته جميل منعش وعذب، وخاصة إذا انطلق من تركيا. طيب حقيقة يعني قد أختلف معكم قليلا في جزئيتين. الجزئية الأولى قضية أن الصراع في العراق هل هو صراع طائفي حقيقي، هل إحنا لدينا المشكلة هي مشكلة سنة وشيعة، أم المشكلة يعني ألبست هذا اللباس أنها مشكلة سنية شيعية، وتم توظيف الدين، والدين هو القوة التعبوية الأكبر في العالم، تم توظيفها في سبيل خلق حالة من الاصطفافات لأغراض سياسية أو لأغراض مصالحية بحتة. والخلاف الثاني الذي يختلف مع أستاذ عزام الله يحفظه في مسألة أنه الدور الأمريكي، لنكون صريحين، اليوم من يحكم اليوم الآن برهم صالح ومحمد الحلبوسي ومصطفى ناظمي، اليوم هؤلاء هم جاءوا بانتخابات، هم جاءوا بانتخابات من الشعب، هناك انتخابات داخل يعني الشعب انتخبهم. والإشكالية هي أن هذه نحن انتقلنا من مرحلة إدارة مستعمر إلى مرحلة ثانية، وهي يسموها في العلوم السياسية الأوتوكرات، أنه هناك فئة هي التي يتداول فيما بينها الحكم، ما بين هذا. بس أخ عمر أنا لا أقول أنهم لم ينتخبوا، أنا أقول أنهم انتخبوا ضمن عملية محددة ومقيدة لا تفرز إلا بالضبط من هو ضمن هذا الحلف، هذا ما قصدته. قد يكون الإدارة الأمريكية على سبيل المثال من قامت بالتغيير في 2003 الآن هي لا تكون راضية، أو لا تكون راضية على الحكومة السابقة أو اللاحقة أو ما شابه. الذي أشير إليه هنا أن الصراع هو صراع سياسي بالدرجة الأساس، نحن الذين نوظفه بالتوظيف الذي يحدد مصالحنا. بمعنى أنا عندما أريد أن أكسب أصوات الجمهور أنا أخوفهم بالطرف الشيعي، وإلا سيفعلون كذا وكذا، انتخبوني وإلا سيفعلون بك كذا وكذا، وأنا إذا أريد أن أدفعهم باتجاه يعني الانتخاب للشيعة أخوفهم بداعش والسنة وغير ذلك. أنا أوظف الدين، أصبحنا نوظف الدين بالاتجاه الذي يحقق المصلحة السياسية، لأن بعد الانتخابات سرعان ما ستجد قطب الشيعي يجلس مع قطب السني ويحققون بينهم مصالح كبيرة جدا وتوافقات ومناقصات ومزايدات على سبيل أو على أكتاف الميزانية العراقية والثروة العراقية. فالإشكالية هي إشكالية أعمق من كونها إشكالية شيعية سنية أو اختلاف بالرواية، قدر ما هي صراع مصالح بالدرجة الأساس. لكن أتفق تماما مع التوظيف أو التوصيف الذي تفضلتم به أن هناك في العراق حرب وكالة. أنا لدي إيران من طرف وأمريكا من طرف وأطراف ثالثة ربما ورابعة وخامسة، الكل يحاول أن يلعب ببيادقه داخل الساحة العراقية بكل الأطراف، سواء يعني ليس فقط القطبين الذي يتحدث عنهما إيران وأمريكا، السعودية لها بيادق، تركيا لها بيادق، الإمارات وقطر والأردن والكل وربما حتى روسيا، الكل لديه بيادق داخل الساحة العراقية. وأعتقد هذا الأمر موجود في بقية الساحات العربية أيضا، لكنه ظهر إلى العلن في العراق بشكل أوضح لسبب أن هناك انتخابات. بمعنى المال السياسي ممكن أن يوظف بأن يصعد فلان ليكون عضو برلمان بكذا مليون دولار وصلت إليه من الدولة الفلانية الخليجية، فأصبح رمز أو جزء من العملية السياسية بتوظيف سياسي، فهو بيادق. ربما هذا اللعبة لا يستطيع أن تلعبها تلك الدولة بسهولة
في دولة أخرى أو غيرها. هذا هو الفرق ما بين الحالتين والله أعلم. يعني هو بس السؤال، إحنا عندما نتحدث عن انتخابات في العراق قد أكون فهمت خطأ، لا أتحدث انتخابات حقيقية في العراق. الانتخابات التي تحصل في العراق واضح، حتى الانتخابات الأخيرة كيف كان يتم فيها التلاعب، ويتم فيها أحيانا التزوير، وهذا أرقام منشورة يعني ليست لم تعد، وهذا موجود في كل البلدان، لكن إلى حد ما بشكل أقل هنا. نعم، على كل حال أنا باعتقادي بغض النظر عن المشاريع الجانبية، هناك مشروعان أساسيان يتصارعان في العراق، وهو المشروع الإيراني الفارسي بشكل أساسي. الآن خلينا نسيب قصة الشيعة، لأن إيران لم تأتي إلى العراق أو غيرها لأنها هي يعني هالكد يعني بتحب فقط الشيعة أو تريد أن تدعم الشيعة العرب، هي بقدر ما تريد أن تدعم مشروعها، خلينا نسميه المشروع الفارسي في المنطقة، وهذا ينطبق على سوريا وينطبق على لبنان وينطبق على اليمن وعلى غيرها من البلاد. وهناك المشروع الأمريكي، وبغض النظر ذكر الدكتور عزام في البداية أنه هو لا يعتقد أن هناك اتفاق، بغض النظر قد لا يكون هناك اتفاق حقيقي يعني جلسوا واتفقوا، لكن هناك محاولة لتقاسم هذه الكعكة ما بين هذين المشروعين، ويريد كل مشروع من هذا أنه هو يفرض، وأحيانا يكون في نوع من التفاهم. عندما جاءت القوات الأمريكية إلى العراق كان هناك في تفاهم مع إيران بشكل واضح. لذلك للأسف الشديد أن المشروع الغير موجود في العراق هو المشروع العراقي أو المشروع العربي. المشروع العربي إيران لها مشروع وهو يتصارع في المنطقة وبالذات في العراق. أمريكا طبعا مشروعها موجود، أنا بعتقد أنه المشروع الأمريكي بدأ تغيب شمسه، ولذلك نرى هذه الانسحابات من هنا وهناك. وطبعا حتى في العراق هي تحاول أن تبقى، تحاول أن تفرض وجودها باستمرار وأن يبقى تأثيرها موجود، لكن أنا اعتقادي الشخصي أن المشروع الأمريكي الآن يغرب باتجاه المغيب في المنطقة وبالذات في العراق لصالح المشروع الفارسي الإيراني، لعدم وجود مشروع آخر سني أو لنقل مشروع عربي يمثل أهل المنطقة من العرب أو حتى من العراقيين، هذا غير موجود. لعدم وجود أنظمة أصلا غير منتخبة لا في العراق ولا في غيرها، أنظمة تابعة، أنظمة لا تنطلق من مصالح شعوبها، وبالتالي لا يوجد مشروع. يوجد مشروع تركي نعم، يوجد مشروع إيراني نعم، يوجد مشروع غربي، لكن للأسف لا يوجد مشروع للعرب وبالذات للسنة العرب. هذا هو ملخص الصراع الموجود للأسف في العراق، وهو بارز جدا في العراق ويمتد إلى ساحات أخرى في المنطقة. فيما يتعلق بموضوع الانسحابات الأمريكية أبا أنس والجميع الإخوة الأكاهن، أنا يهيأ إلي بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب تطور التقنيات الحربية خلصت إلى استنتاج بأن وجودها الفعلي في داخل هذه البلدان وتورطها في إدارة الصراع في كل التفاصيل مكلف جدا وغير ضروري. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من أفغانستان، وربما لا تأبى حتى لو عاد الطالبان ليحكموا أفغانستان، لأنها تعتقد بأنها بالنفوذ العسكري عن بعد بإمكانها أن تضرب من تريد وأن تحد من قدرات من تريد، وهذا ما تفعله الآن في العراق. يعني هي في العراق بدأت تنسحب تدريجياً، ولكنها لا تغيب غيابا تاما وغيابا كاملا، وهذا الذي يفسر الحرب بالوكالة اللي شاهدنا بعض مظاهرها مؤخرا. يعني معنى آخر، لا ينبغي أن نتفائل بأن الانسحاب الأمريكي من المنطقة يعني أفول نجم أمريكا. أنا أظن أن هناك مرحلة جديدة نحن ندخلها، النفوذ الأمريكي سيمارس عن بعد
وبطرق لا تكلف الأمريكان كما كانت تكلفهم من قبل. يعني وجود الأمريكان بأعداد كبيرة وبميزانيات هائلة والدخول بتفاصيل دقيقة تجعلهم جزء من الصراع المحلي، كل هذا يمكن الاستغناء عنه مع إبقاء الهيمنة العسكرية عن بعد. هو دكتور أنا أعتقد أنه هذا هذه النموذج اللي تتحدث عنه هو بدأ عمليا في عام 2010، يعني بعد سنتين من انتخاب أوباما، والحقيقة أنه هو كان نتيجة يعني ليس فقط لتفكير أوباما أو رؤيته أو ما يسمى دكترين مذهب أو عقيدة في السياسة الخارجية، وإنما كان في هناك نقاش أكاديمي وسياسي كثير كبير في واشنطن، نتج عن طبعا بشكل أساسي عن احتلال العراق وما تبعه من إشكالات يعني سببتها للولايات المتحدة. هذا النقاش توصل لعدة يعني استنتاجات. لنقول الاستنتاج الأول إنه احتلال الدول ليس حلا بل هو منبع المشاكل، بمعنى تستطيع الولايات المتحدة بقوتها العسكرية أن تحتل أي دولة في العالم تقريبا باستثناء يعني يمكن الصين وروسيا، أي دولة في العالم تستطيع الولايات المتحدة أن تحتلها. لكن إدارة هذا الاحتلال بعد اليوم ما سموه باليوم التالي هو شيء غير ممكن ومستحيل. الاستنتاج الآخر الذي توصلوا له، قالوا بأنه إحنا هذا الانغماس في الشرق، هاي الشرق الأوسط منطقة يعني منطقة زي الموبوءة أو فيها لعنة، كيف ما نشارك حق الألغام، حق الألغام يعني قالوا كيف ما نشارك فيها أو كيف ما نتفاعل فيها نحن خاسرون، إذا دعمنا الشيعة يكرهنا السنة، إذا دعمنا السنة يكرهنا الشيعة، إذا دعمنا إيران يكرهنا العرب والعكس صحيح، إذا دعمنا إسرائيل يكرهنا الفلسطينيين والعرب، وإذا وقفنا مع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم سنواجه مشاكل مع إسرائيل واللوبي التابع لها، إذا حاربنا الإرهاب سيكرهنا سيقال بأننا نحارب الإسلام، إذا دعمنا الاستبداد مش خالصين، إذا دعمنا الديمقراطية مش خالصين. هذا نقاش حصل في الولايات المتحدة بشكل يعني واسع، ففي رؤية ليست لم تكن غالبة لكن هاي الرؤية كانت موجودة. اللي حصل إنه أوباما بدأ بتنفيذ هذه الرؤية عمليا بعد 2010 عندما توصل لما سمي في ذلك الوقت اللي هو البايفوت الآسيوي، مش عارف شو معناه، المحور الآسيوي مش عارف شو أسميه بالعربي، اللي هو التركيز على الصين بدلا من الشرق الأوسط. أنا باعتقادي بأنه ترامب بالرغم من كل الاختلافات مشي على نفس النموذج أو على نفس المذهب، واليوم بايدن يسير على نفس المذهب وهو أننا لا نريد أن ندفع، هو أمر ليس جديدا. ليش؟ إضافة اللي تفضلت فيه أنه إحنا بنقدر أن الولايات المتحدة تستطيع أن تنتصر عن بعد، الأهم من هيك أنها تستطيع أن تدير صراعات المنطقة من خلال نفوذها على الوكلاء المحليين. يعني مثلا في سوريا كل العالم كل الأطراف تحاربت في سوريا لصالح الولايات المتحدة شاءت أم أبت، تركيا اللي هي في خصومة مع واشنطن في ذلك الوقت خسرت، إيران خسرت ولو كان إنه النظام انتصر، سوريا كدولة قوية انتهت، الإسلاميين في سوريا ضربوا، حتى روسيا أصبحت عدواً بشكل أو بآخر لكثير من العرب والمسلمين، وبالتالي هي حققت كل أهدافها دون أن يعني تضرب رصاصة واحدة. وأنا أعتقد هذا النموذج هو هو خطر على العرب، ولكنه فيه فرصة أن يفكر العرب كيف يستثمروا هذا الفراغ، لأنه في النهاية الولايات المتحدة ليست إلها متوجا على العالم، يعني هي بتخطط أنه هيك يكون نموذجها ويحقق أهدافها، ولكن يمكن للعرب لو هناك مشروع حقيقي أن يواجه هذا التخطيط. يعني في مثل هذه يعني واضح أنه إحنا نتناسى كذلك في ضمن هذا الحديث أن هناك عوامل تراجع أمريكية في سواء كان داخلية أو حتى في خارجية، يعني القضية مش والله أنه أمريكا ما زالت هي السوبرمان الأساسي والقوي اللي هو يسيطر على العالم من غير أي تبعات كما في التشخيص،
دراسة تاريخ الإمبراطوريات في العالم منذ يعني آلاف السنين لليوم بيقول إنه هذه الإمبراطوريات كلما امتدت بشكل كبير جدا وتوسعت وأصبحت لا تستطيع أن تنفق على أساطيلها وتنفق على جيوشها وعلى مناطقها، خاصة مع وجود مقاومة في هذه المناطق التي توسع فيها، تبدأ تنقص من أطرافها كما يقال، تبدأ تنتقد من أطرافها وحتى تنهار. وآخر طبعا الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية حتى العثمانية كان هذا هو مصيرها. إذا نتذكر في عهد ترامب منذ فترة قصيرة كان دائما يردد ويقول إنه هو في العراق خسر تريليونز، وكان يذكر أرقام بتحكي عن بعض الناس بقول لك 5 تريليونز وستة تريليونز وبعدين وأكثر وأقل من ذلك. لا يمكن لقوة استعمارية أن تسيطر، ممكن أن تؤثر تسيطر على شعوب بعيدة عنها بالريموت كنترول، ممكن أن تؤثر من خلال عملاء، من خلال جهات داخلية تتبع لهذه القوى الدولية، لكن التاريخ بعلمنا والتاريخ القريب منه أنه لا يمكن لأي قوة مهما كانت، والخير مثال على ذلك قوة زي قوة الكيان الصهيوني وموضوع غزة، أن يكون إلا إذا كان له قوات يستطيع من خلالها أن يسيطر على الأرض. هذا الذي لا تستطيع أمريكا أن تفعله في هذه الأيام. ليس على الإطلاق أبو أنس، ليس على الإطلاق. ليش؟ لأنه أنت في عندك تطور تقني تكنولوجي ما كان موجود زمان، وهو أنت محق من جانب. هو ليس فقط التفوق العسكري، هو أيضا وجود مجموعة من العملاء. ومن هنا نتكلم عن حرب الوكالة. يعني هو لولا أنه في منظومة عربية موالية للولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الأدوار الحيوية، لما تمكنت الولايات المتحدة من الاحتفاظ بنفوذها. مظبوط. يعني شوف أنت لاحظ، خلينا نأخذ مثلا أمامنا أفغانستان نموذجا. شو اللي بخلي بلد زي الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض طالبان وفي الاتفاق اللي عقد في الدوحة منذ أعتقد سنة ولا أقل أو أكثر قليلا، إنه يكون الاتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والطرف الثاني طالبان التي لا تعترف بها، شوف هيك النص، طالبان التي لا تعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية، وكل ما ورد اسم طالبان بين قوسين بقول لك التي لا تعترف بها. وقال الأخ فراس قبل قليل إنه هذه القوات الأمريكية أو أمريكا لا تبالي، الآن واضح أنها لا تبالي. قبل عدة أيام كان في هناك استماع في الكونغرس لأظن أحد القادة العسكريين الكبار الأمريكان، وكان يحلل الوضع في أفغانستان ويقول أن هناك احتمالا كبيرا أن تسيطر طالبان على البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية في شهر 9. المقصود من هذا الكلام إنه هو مع علمهم أن طالبان يمكن أن تسيطر على أفغانستان وباحتمالية كبيرة في الفترة القادمة، ومع ذلك هو يستعجل الانسحاب ويستعجل أن يكون هناك اتفاق ويسحب قواته وما إلى ذلك، مع علمه بهذه النتيجة، فيما لو سيطر الطالبان مرة أخرى على أفغانستان لن يكون ذلك لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، مع كل ذلك ينسحب. لذلك الذي نقوله أنه ليس فقط أنه القوات أنه السيطرة تكون خلينا نسميها بالوسائل غير المنظورة، بالقوة العسكرية الغير منظورة، هذه حقيقة موجودة. ولو استطاعت هذه القوة أن تسيطر لسا استطاعت. لا أبو أنس، شوف إيش اللي حصل. سيارة أن تسيطر على غزة. لا، إيش اللي حصل أبو أنس؟ اللي حصل هو مش انحصار القوة الأمريكية، هو انحصار التيار المحافظ الجديد الذي تسبب في غزو أمريكا، في غزو أفغانستان ثم غزو العراق. يعني هو الآن هذا التيار اللي كان موجود أيام جورج دبليو بوش
والذي سول له أن يغزو أفغانستان بدون حقيقة ضرورة وكذلك غزو العراق هو الذي انحسر وليس القوة الأمريكية. القوة الأمريكية ما تزال موجودة ولكنها تأخذ صورا مختلفة. يشعر الساسة الأمريكيون الحاليون بأن بإمكانهم أن يحافظوا على نفوذهم دون أن يكونوا متورطين محليا، وهذا اللي اختلف بتصور.